السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة مستر سيد التعليمية لشرح دروس اللغة الإنجليزية. هنستكمل معاكم سلسلة قصص اللغة الإنجليزية للأطفال، والنهاردة معدنا مع قصة The Gingerbread Man. The Gingerbread Man يعني رجل الخبز بالجنزبيل. القصة المقررة على الصف الثاني الابتدائي، الفصل الدراسي الأول. تعالوا نشوف القصة دي مع بعض. قبل ما نبدأ القصة عندنا بيكتشر ديكشنري، بيكتشر ديكشنري قاموس الصور، وعندنا هنا 3 بيكتشرز. أول صورة عندنا جينجر بريد مان، ده بطل القصة بتاعتنا اللي هو رجل الخبز بالجنزبيل. oven oven يعني فرن، و river river يعني نهر. تعالوا نبدأ مع بعض أحداث القصة. بيكتشر نمبر 1، أول صورة عندنا زي ما احنا شايفين at home في المنزل، موجود جرامبا، جرامبا الجد، and grandma والجدة. grandpa and grandma sit in their house، كانوا جالسين في المنزل بتاعه. it's 11:30، الساعة كانت 11:30. it's 11:30، they are hungry، وكانوا جعانين. الجد والجدة كانوا ايه؟ جعانين. grandma makes a gingerbread man، قررت الجدة انها هتعمل gingerbread man، رجل خبز بالجنزبيل. يبقى it's 11:30، they are hungry، grandma makes a gingerbread man. she opens the oven، the gingerbread man jumps out. بعد ما خلصت رجل الخبز بالجنزبيل فتحت الفرن عشان تحطه في الفرن يستوى. she opens the oven، the gingerbread man jump out، راح على طول قفز رجل الخبز بالجنزبيل وجري. the gingerbread man runs into the garden، وطلع جري على الحديقة. the gingerbread man runs into the garden. grandpa jumps up، he runs into the garden. لما جرامبا، لما الجد شاف رجل الخبز بالجنزبيل جرى ووراه بتجري جراما، الجد على طول طلع جري وراهم وبيقولوا له ايه؟ stop stop، توقف توقف. بس على طول طلع جاري جينجر بريد مان وبيقول لهم run run as fast as you can، اجروا 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 قدر المستطاع. you can't catch me، مش هتقدروا تمسكوني. I am the gingerbread man، انا رجل الخبز بالجنزبيل. بص لهم اهو هو بيضحك وبيقول لهم ايه؟ اجروا اجروا مش هتقدروا تمسكوني. وهو بيجري رجل الخبز بالجنزبيل قابلته ذا كات، القطة، فبتقول له ايه؟ يامي، كم انت لذيذ. can I eat you، ممكن اكلك؟ you look good to eat، انت تبدو جيدا للاكل. يامي، can I eat you، you look good to eat. بقى دلوقتي بيجري وراه grandma and grandpa and the cat، وبص لهم وبيضحك وبيقول لهم run run as fast as you can، you can't catch me، I am the gingerbread man. الصورة اللي بعد كده قابلته duckling، البطة الصغيرة، بتقول له yummy، can I eat you، ممكن أكلك؟ you look good to eat، أنت تبدو شهيا بالطعام. yummy، can I eat you، you look good to eat. بقى دلوقتي بيجري وراه grandma grandpa cat duckling، بص لهم كده بيقول لهم ايه؟ run run as fast as you can، you can't catch me، I am the gingerbread man.
اجروا اجروا مش هتقدروا تلحقوني، انا رجل الخبز بالجنزبيل. بعد كده وصل رجل الخبز بالجنزبيل عند حافة النهر وبيقول Oh no a river، في نهر. وكان موجود عند النهر مين؟ الثعلب المكار. The gingerbread man comes to a river، وصل عند حافة النهر. الثعلب المكار بيقول له ايه؟ I can help you climb on my nose. I can help you، أنا ممكن أساعدك. Climb on my nose، تعال اركب على أنفي، هنا هعديك النهر. ركب ذا جينجر بريد مان على أنف الثعلب، والثعلب بيضحك وجينجر بريد مان بيضحك وبيغني. الثعلب المكار بيقول إيه؟ The sun is high، الشمس عالية. The river is quiet، والنهر هادي. The fox is hungry، والثعلب جوعان. يعني هو بيغني بيقول الشمس عالية والنهر هادي وأنا جعان. طبعا جعان راح رمى على طول ذا جينجر بريد مان رجل الخبز بالجنزبيل لفوق وفتح بقه عشان ياكله. ذا فوكس اوبنز هيز ماوث، فتح بقه عشان ياكل رجل الخبز بالجنزبيل، ورجل الخبز بالجنزبيل بيقول ايه هنا؟ اوه نو. بس على طول جات جراند ماج جدة ومسكت رجل الخبز بالجنزبيل قبل ما ياكله الثعلب، قالت له I've got you، مسكتك. Let's go home، يلا نروح البيت. Grandma and Grandpa and the gingerbread man are happy، بعد ما روحوا على البيت كلهم أصبحوا إيه؟ سعداء. ودي كانت نهاية القصة. استنونا في قصة جديدة على قناة مستر سيد. لو عجبتك القصة وحابب يجولكم كل جديد بننشره، اعمل اشتراك في القناة، فعل زر الجرس، ادعمنا بلايك عشان نستمر في تقديم محتوى هادف. استنونا في قصة جديدة على قناة مستر سيد. جود باي. تعالوا دلوقتي نسمع القصة مرة تانية. Grandpa and Grandma sit in their house. It's 11:30. They are hungry. Grandma makes a gingerbread man. She opens the oven. The gingerbread man jumps out. The gingerbread man runs into the garden. Stop! Stop! Grandpa jumps up. He runs into the garden. Run, run, as fast as you can. You can't catch me. The gingerbread man! Meow! Yummy! Can I eat you? You look good to eat. Run, run, as fast as you can. You can't catch me. I'm the gingerbread man! Yummy! Can I eat you? You look good to eat! Run, run! As fast as you can! You can't catch me! I'm the gingerbread man! The gingerbread man comes to a river. Oh no! A river! I can help you. Climb on my nose. The sun is high.
The river is quiet. The fox is hungry. The fox opens his mouth. Oh no! I've got you. Let's go home. Grandma, Grandpa, and the gingerbread man are happy.